والأدوية. فبالنسبة لنا يعني اسمعه وكان هو مجرد شوية يعني غريب بالنسبة له، لكن هو هذه برضو جزء من منها يعني خطأنا، لأن إحنا مش قادرين نوصل صوتنا للعالم ونوصل اللي إحنا بنعاني. الفكرة يعني إحنا مشيش من حد مش حدش من حد، إحنا بنوصل مشكلتنا عشان يتم إيقاف. فعشان نكون برضو يعني هدفنا واضح في الاجتماع، هل الهدف من الاجتماع إن إحنا نتفق مع بعض كيف إن إحنا نوصل هذا الصوت، أو إذا كان في هدف آخر؟ جزاك الله خير. طبعا لو كان هو قال الكلام ده فهو يعني مش محق على الإطلاق، لأن اليمن عدد اللي بيعانوا فيها من النقص الغذائي وشبه المجاعة، يعني انتوا عارفين اكتر من 7 مليون او 8 مليون، لكن النقص الغذائي ككل 19 مليون، كمان 20 مليون انا بتكلم على وشك المجاعة، على وشك المجاعة حوالي 65 مليون، فده من قبل سنة او سنتين او ثلاثة، حوالي 20 مليون تقريبا. طبعا هو غير محق في وجود حتى الـ النزاع المسلح اللي احنا بنعاني منه واختلاف وجهات النظر، فلكننا لابد أن نبرز أن هناك قضية إنسانية محورية، وأنا بقول محورية يعني محورية في اليمن، ومنسية منسية لأنها قد تغلق بعض الأقطاع السياسية اللي بتجعل بعض الدول أو المانحين يحجموا عن مساعدة النازحين داخل اليمن اللي احنا بنشوفهم دول كلهم. فاحنا بنركز الصوت كلنا بلا استثناء، لابد أن نعمل أدفوكاسي أو مناصرة للقضية الإنسانية في اليمن شئنا أم أبينا. نتحد مع بعض نوجه رسالة واحدة للعالم كله كجمعيات إنسانية للدول كلها، ونعمل أشياء حرفية، لما نعمل فيديو دقيقة أو نص دقيقة ونعمل لها حملات على التلفزيون أو على الفيسبوك أو على السوشيال ميديا إلى آخره. لابد تطلع مننا صوت واحد، 50 جمعية أو 100 جمعية أو 200 جمعية تتكلم عن حقيقة المعاناة الإنسانية في اليمن، معاناة المرأة، معاناة الطفل، معاناة الشيخ، معاناة كل النازحين اللي هم خرجوا، لابد التركيز عليها ولا نمل، لأن أول نقطة في الغيث هي الإعلام، إعلام الناس عن ما يحدث هنا من شب. احنا بنواجه يعني علنا، احنا كنا في الصومال الشهر اللي فات وعملنا مؤتمر للايه للاستجابة الانسانية مع منظمة التعاون الاسلامي، وكان في نقاش بيننا وبينهم عشان نيجي اليمن، بس طبعا صعب ان نجمع كل الجمعيات هنا، هنجمعهم في عدن ولا هنجمعهم في صنعاء ولا هنجمعهم فين. فتعمل مؤتمر اللي هو الاستجابة الانسانية اللي كان بتاع اللي كان في جنيفا الاسبوع الاسبوعين، وكان الحمد لله كان انهم الهيومن ابيل كانت موجوده، والاغاثه الاسلاميه برضك عملت بليدج 6 مليون او كذا هم بنفس الوقت، وغير كده انتوا كنتوا موجود. اجمل ما في مؤتمر جنيف الثلاثه اليمنيين اللي اتكلموا، انا بقولها بمنتهى الصراحه، الاخت اللي من عندكم من عدن، وفي اخ تاني مش عارف كان منين بس ناس الاسماء اللي من جمعيه الاسره حضروا، في ثلاثه متحدثين من هنا هو يمنيين، يعني كلموا احسن من اي مسؤول رسمي من دولة ما او مؤسسة ما كلموا. فاحنا عايزين نبرز هذه القيادات تتحدث انسانيا عن القضية الانسانية اليمنية على مستوى العالم، نعمل لنا صفحة مع بعض كلنا قوية، يعني زي ما بنصرف على الاكل وعلى الشرب وعلى الدواء وعلى 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 وعلى، نصرف على ابحاث، نصرف على ورقة بحثية بتطلع استاتستيك statistical data ونوزعها، ولا نمل ولا نكل ولا ننام. ها فده اللي هنتكلم عنه، اللي هو نفضل ندفع من اجل ان ننقذ ابنائنا وشعبنا في اليمن، والسلام والسلم اتي باذن الله سبحانه وتعالى، ونحن نقلل الخسائر ونعلن عن اللي هو مدى وابعاد القضيه الانسانيه في اليمن. تفضل استاذ. خل بس التعليق بسيط على مستوى مؤسسات محليه، على مستوى مؤسسات والمنتدى والجمعيات المحليه، كم ادفوكاسي كامبين عملتوا في هذا الجانب عن اليمن انتم مشتركين؟
احنا كم ادفوكسي كامبين يعني اللي هي حملات توعيه وتحشيد في هذا الجانب الانساني انتوا كمؤسسات محليه عملتوه مشترك ووقعتوه كله وبعتوه للامم المتحده ولكل المؤسسات الانسانيه كثير. لا لا كثير مش مرتين طبعا اشي اقول لك انه حجاوب انا على معلوماتي ولو شيء بعد اضافه من الشباب ممكن يضيفه. انا ممكن يكون عملنا 10 حملات بس ايه هو تاثير هذه الحملات على المجتمع الدولي؟ انا عايز اعمل حمله واحده بس الحمله واحده دي نصرف عليها زي ما بنصرف على الاكل والشرب بالملايين. للاسف احنا كمؤسسات لا نؤمن بالبحث ولا نؤمن بالمناصره ولا نؤمن بالتكتل والتحالف من اجل نصره القضيه الانسانيه لشعبنا. فاحنا عايزين يا اخ هلال يا اخ هلال يا سياده الرئيس لا سياده الرئيس انت رئيسنا جميعا عايزين نحس ان دي اهميه ونضع فيها جهد ونضع فيها مال لانها ممكن هي بتحرك الدول وتمنع اللي هو الايه المعاناه دي كلها. يعني ما يهمنيش احنا عملنا 10 او 20 حمله لا تاثير الحمله على المجتمع الدولي بالنواحي الانسانيه. وقد تكون هي الناحيه الانسانيه اللي احنا اثرنا فيهم دي عليها تؤدي الى اصدار قرارات سياسيه من اجل اعلى السلم والامن في اليمن. نعم تفضل. اللي حابب بس اطرح اكمل اكرم وبعدين حاطي لكم اذا في تعليق. يعني كيف يفهم الدكتور هاني والدكتور محمد؟ طبعا منظمات المجتمع المدني المحليه حاولت وتحاول بشكل يومي واقولها بكل بشكل يومي في هناك تقارير انسانيه لمنظمات حقوقيه بتصدر في هناك تركيز مهم جدا على الوضع الانساني في حملات قد تكون غير منظمه وقد تكون غير كواليتي بكل منطقيه انه ما عندناش الجوده والخبره التي نستطيع ان نصل برسائلنا بنوع من الجوده والكواليتي. لكن في المقابل لا تنسى انه لدينا هاله اعلاميه كبيره جدا وانا كنت منصفين الاعلام بالطرف الاخر مركز تركيز كامل على انه الوضع الانساني وين ما تكلمتوا انتوا انها كارثه منسيه. انا فعلا لو زرت بريطانيا وشفت انه 90% من الناس ما عندهمش خلفيه عن الوضع الانساني بشكل كبير جدا. انتوا كمنظمات دوليه تعمل في المجال الانساني قد ربما تصلكم الحقيقه بنسبه ما 30% في الواقع. احنا صحيح ما عندناش القدرة على ان نصل الى هذه المنظمات او ان توصل رسائلنا بشكل كبير جدا. كثير من الاعتصامات اعتصمت المنظمات وقفت وقفات احتجاجية بكل منظمات الحقوقية والانسانية امام المكاتب المتحدة وتكلمنا في كل مؤتمر نحضره وتكلمنا في كل وسائل الاعلام في كل كذا. لكن هناك وسائل اعلام فقط موجودة داخل الوطن هي اللي يمكن نقولها، لكن خارج الوطن نحن علينا حق. انا اقولها لك قبل يومين في حديث من يعني في تقرير من التقارير اعتبرت كل المنظمات التي تعمل في الجانب الإنساني حسبت على طرف، وهذا واحد من النقاط الأساسية اللي نحن نحس فعلا أنه عندما نبدأ وننشر ونعمل حاجة نستطيع نوصل بها رسائلنا للجانب الإنساني نواجه بحملات إعلامية ضخمة بإمكانيات مش دولة بإمكانيات 10 أو 17 دولة. ولهذا أنا بقولها بكل صراحة فعلا المنظمات المدنية المحلية قد تكون نوع ما من التقصير لكن ما مش ساكتين. والله أنا بحس أنه فعلا كل منا يعني ما يحتاج أنا أدي تقرير، أنا أواجهه كل يوم، أنا أواجه الوضع الإنساني. الآن نحن الآن في مرض لو في بلد آخر من بلاد العالم أن الدنيا قامت ولم تقعد. مرض الكوليرا الآن أكثر من 300 حالة في مستشفى واحد، أقولها لكم أنا عندي في المستشفى اليوم أكثر من 100 حالة وصلتنا حالات إسهالات وأمراض كوليرا. إذا الناس بتكلموا بنقولهم يعني منظمات دبليو اتش أو أو منظمات الصحة العالمية منظمات اليونيسف كذا، بحس إن التحرك بسيط جدا ومحسوب وبطيء جدا. نحن الآن نقول إنه اليمن أعلنت يعني بلد موبوءة الآن، اليمن صنعاء، نتكلم عن صنعاء محولية حضرموت. أتخيل أنه جو من شبوة أمس 4 حالات توصل من شبوة، 2 ماتوا في الطريق وصلين وصلوا لعندنا في المستشفى. يعني وكان علاجها بسيط جدا في تخصيص مراكز للسوائل إعطاء السوائل لهذا الأطفال ومتابعة حالاتهم. الآن عندي 40 حالة تعاني من فشل كلوي مش قادرين نلقى لها مكان واحد يغسل. وبحاكيكم انه هذا الكلام اليوم متحاكى فيه 40 حاله ما قدرت اوجد لها مركز الغسيل الكلوي الان توقفت الان، يمكن بعد 10 دقائق نتكلم معكم الان
بعد 10 دقائق ممكن يكون حدث حالات وفيات. الان حدثت عندنا حتى الان يعني لو اتكلم في صنعاء ممكن حوالي 20 حالة وفيات. اين المنظمات الدوليه؟ اين المنظمات؟ اين المنظمات الانسانيه اللي بتعمل في هذا المجال؟ اين الاعلام؟ ما ذكرش ولا في اي قناه من القنوات انه تكلموا فيها عن اي اعلام انه موضوع اليمن موجود فيها مرضى. هذا ما حبيت اروح اخلص. تفضل الان الان اخي 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 فهمي الان كلمه الاخ فهمي بعدين احاول. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا نشكر المنتدى الانساني وحرصه دوما على الرجال من هذه النقاط والفعاليات اللي تضع في صميم الاستجابه الانسانيه فيها. المنتدى الانساني دائما كان الرائد في هذا المجال وتشكر جميع المنظمات المحليه المشتركه فيها. كما اشكر الاستاذ محمد السوسي في يوم الاثنين. يوم الاثنين كانت من اولى المنظمات اللي دخلت في الازمه اليمنيه، عملنا معها وما زالت الامور مشتعله. كانت في الجنوب في عدن وفي الجزيره. كنا في الواي دي ان من اوائل الشركاء مع اليومن افيل. فلهم جزيل الشكر والتقدير. نحن منسقين معاهم الى اليوم في مشاريع الاستجابه الانسانيه مع الواتشا. واول القضايا اللي نطرحها على ضيوف الكرام هي مساله حشد المواد. اليوم الاحتياجات في اليمن كبيره جدا. وصندوق التمويل الإنساني التابع للأمم المتحدة لا يغطي سوى جزء بسيط من هذه الاحتياجات. أربع تمويلات في السنة بتنزل وما بتغطي الاحتياجات الكبيرة اللي بتزداد كل يوم، سواء في النازحين، في الجانب الصحي، في الجانب التعليمي، في الجانب الإيواء كمان. ما زالت الرواتب رواتب انقطاع الموظفين اليوم لسابع شهر. وهؤلاء الموظفين يعولوا أكثر من 8 مليون نفس. هؤلاء الاحتياج ما زال احتياج كبير. نحن اليوم داخلين على شهر رمضان وكثير من الأسر لا تجد قوت يومها، والشهر الفضيل بيكون عليهم ضغط كبير فيه. فنحن نحتاج من ضيوفنا الكبار في المنتدى الإنساني العالمي في هومان أبيل في جميع المنظمات الموجودة في بريطانيا أن يساعدونا في مسألة حشد الموارد. لو سألتم المنظمات الموجودة اليوم على الطاولة كلهم من معهم مشاريع ممولة من الأمم المتحدة، بتجد المنتدى الإنساني الواي دي إن، يمكن الإف إم إف، يعني ثلاث أو أربع منظمات فقط. بقية المنظمات اليوم على الطاولة وهي منظمات إنسانية عاملة لا توجد لديها تمويل ولا مشاريع، وهم فرق إنسانية عندها كشوفات المحتاجين وينتظروا مثل هذا الدعم. بيواجهنا في المنظمات المحلية بناء القدرات النوعية، ومن أهمها بناء القدرات في جانب الأدفوكاسي. ما زلتم اليوم تضعوا السؤال الصحيح، كم منظمة وضعت مناصرة؟ مع الأوتشا حاولنا ومناصرة إنسانية حقيقية. مع الأوتشا حاولنا أن نضع قضايا إنسانية. بس يعني هناك نقاط يعني. نعم. خاصة أبرز كانت القضايا الإنسانية. توقف مصنع عمران كان يوفر أكثر من 3000 وظيفة، وهؤلاء تنعكس على المجتمع. اليوم متوقف المصنع. مزارع البرتقال كمان في مناطق في المارب لا يستطيعوا اليوم انهم يحصدوا ويزرعوا البرتقال. هذه كثير منها. تسهيل التحويلات النقديه اليوم بتواجهنا كمشكلات. حتى العامله مع الاوتشا بنشتغل بدفعه اولى وبنتوقف بسبب صعوبه التحويلات النقديه. نحتاج ضغط في هذا الجانب منكم كمنظمات دوليه. اليوم نريد ننتقل في اليمن من مرحله الاحسان الى مرحله الانعاش المبكر، الدخول في التنميه المستدامه. نحن شعب كما تعرفون كما ذكر الدكتور هاني، نحن شعب عامل وعزيز. اليوم ممكن معنا أسر تموت من الجوع داخل بيوتها بسبب عزة النفس. اليمني صعب أنه يمجده أو يتكلم عن معاناته في الفقر، وهذه خصيصة للشعب اليمني. لا توجد عندنا مخيمات نازحين في اليمن زي موجودة في سوريا. الناس استوعبت أهلها. الشقة الواحدة تحوي أكثر من 3-5 أسر ولا يروحوا إلى مخيمات. وما زالت المفوضية سامية تطلب مننا وين المخيمات والتجمعات النازحين في مخيمات. نحن شعب تعاوني تكافلي على يد الرسول صلى الله عليه وسلم من يوم ما ذكر الأشعريين. حتى إذا أرملوا وضعوا بساط واحد وجمعوا الأكل كله واقتسموا بالسوية. فهذه النقطة نحتاج فعلا أن نحن ننتقل من مرحلة الإحسان. مرحلة أن اليمني ما هوش متواكل ولا هو من النوع اللي بينتظر من تأثير مساعدات وهو بالبيت. يبحث عن عمل يقول عطني عمل. مسألة إيقاف الحرب. هذه المناصرة اللي نريدها. الحرب أم المصارى. ولذلك نحتاج إلى مناصرة وإلى صوت عالمي وإلى رافعة دولية. أنتم أهلها إنكم تنادوا بوقف الحرب ووقف تزويد الدول بالسلاح. لأن إذا توقفت الحرب نستطيع أن احنا فعلا نبدأ مساعدة إنسانية واستجابة إنسانية حقيقية. أثر التمويل الإنساني إلى اليوم من 2014
إلى اليوم نحن في شهر 5/2017 لا نستطيع أن نقيس أثر التمويل الإنساني في اليمن. ما زالت المشاريع تقام وتنتهي وما استطعنا أن نقتل الناس من مربع إلى مربع. الوصول للمجتمعات في الغرب لساننا للمجتمعات الغربية وهي مجتمعات قادرة على التأثير على حكوماتها، نرجو أن تكون بوابتنا لهذه المجتمعات أن يصل صوت المعاناة. كما ذكرها الدكتور الفصل بين الملف الإنساني والسياسي، نحن حريصين كمنظمات مجتمع مدني على هذه الطاولة أن نعمل بشكل إنساني، لا توجد عندنا حواجز ولا أطراف، نعمل مع الجميع على الأرض. فساعدونا أن نحن لا ننخلط أو يغلق الملف الإنساني بالمعنى يتلوث في الملف السياسي. دور المنظمات كمان المحلية في الرقابة، اليوم تصلنا مساعدات منتهية، تصلنا أدوية منتهية في اليمن، وهذا الشيء واضح وبالإعلام ودلائل وقرائن موجودة. فأتمنى أن يكون كمان الصوت واضح أننا احنا لسنا قمامة العالم على أساس يرملنا بأغذية منتهية أو بأدوية منتهية. فأشكركم شكرا جزيلا. أستاذ العزيز، وبعدين حرجع لك. أوكي أستاذ، الآن الأخ العزيز اللي قد رفعه من قبل وبعدين. أوكي تمام، الله خير، تفضل أستاذ. دكتور مجال الشامي وأستاذ أكاديمي، أولا نرحب بكم الهوية ليست بالطاقة الشخصية أو جواز السفر كما قال الدكتور علي، الشكر موصول للمنتدى الإنساني، وهو معتقد بين قوسين أني حاولوا تحريك البيئة الراتبة من أربعة من شباب المفيدات في هذا الجانب. أنا أنطلق من سؤال الدكتور محمد، إحنا نعكس السؤال عليكم، يعني ما هو دوركم كمنتدى مثلكم الدكتور علي المنتدى الإنساني العالمي؟ هل فكرتم في حملة مناصرة إيصال زي ما قال أستاذنا العميد أستاذنا المصراعي إيصال معاناة اليمنية إلى الغرب ولا الرأي العام الخارجي؟ نحن في اليمن زي مثل ما قال أستاذ هلال في شبه تجاهل وحرب أيا كان المسمى، أهم ما بالأمر أنه لا تسمع أصواتنا ولا أحد ينظر إلى معاناة اليمنيين. الحرب اللي في اليمن تسمى اسمها الحرب المنسية، وهناك مسمى سياسي لدينا هو الحرب غير العادلة، بمعنى أن اليمنيين يقتلوا المدنيين غير المقاتلين، وهذه من أهم خروقات الحروب في العالم أنه تستهدف اليمني المدني أولا، الشخص المدني، ثانيا منشآتك تدمر، ثالثا كل البنى التحتية تدمر تحت مبررات واهية. نحن أكرر طرح السؤال مع احترامنا لأشخاصكم الكريمة، ما هو دور المنتدى الإنساني؟ ما هو دور الدكتور محمد في إيصال صوت اليمن؟ وأنتم عشتم في اليمن ورأيتم وعايشتم معاناة اليمنيين. شكرا. ممكن أجاوب على شق من السؤال، الشق الثاني الدكتور هاني ممكن يجاوب عليه. كان أخونا قبلك عمله طرح على انه احنا كيف ممكن نساعد في تنمية قدرات المؤسسات بجانب الادفوكس، تمام، وعملية المناصرة والتحشيد فاحنا هذا ممكن انه ممكن من خلال تعاوننا مع المنتدى الانساني انه فعلا ممكن احنا نعمل نجيب خبرات ونعمل وندرب كوادر الجمعيات المحلية تحت مظلة المنتدى الإنساني بهذا الجانب، يجيبوا هنا ويعملوا ونهاية خلينا نقول يبدأ الموضوع بتدريب بورشة بيكون منتج تبعه إنه حملة على مستوى الوطن وعلى مستوى اليمن في الأدفوكاسي والمناصحة، طرح كل هذه كل القضايا ووضعها بالصورة ومين التارجت اللي هو بتاعنا في حملة الأدفوكاسي، القنوات الإعلامية، الحكومات، المنظمات إلى آخره، منه يكون يعني عملنا أكثر من هدف وتفتح آفاق المؤسسات الصغيرة والمحلية وكيف تأثيره في على الغرب بمستوى أكبر، مش بالحاجات الصغيرة اللي إحنا ممكن بنفكر فيها. والجانب الثاني إنه تكون انطلاقة برضو أيضا تحت مظلة المنتدى الإنساني معاكم، انه لبدء حملة ضخمة على مستوى الوطن تساعد. هذا ممكن احنا نفكر يعني نتعاون مع اخواننا في المنتدى الانساني فيه وشوفوا الشغلات. احيانا يعني زي ما حكى الدكتور
انه الواحد يحط كل الامكانيات من اجل يعني وضع يعني القروض بحاجه مؤثره. فان شاء الله بتمنى يعني ناخذ هذه النقطه، على الاقل انا هاخذها وناقشها مع ايضا زميلي هنا الاخ عبد الرحمن، ونشوف احنا وبرضه لاحقا مع المنتدى الانساني بشوف انا كيف ممكن اساعد فيه. بس انا بوعدكم ان شاء الله على الاقل في هذا الجانب ممكن احنا ناخذ في هذا الجانب. أنا بس إضافة لأخونا محمد، لو إحنا عملنا فيلم دقيقة واحدة، دون دقيقة واحدة بس يكون معمول، إحنا مثلا عندنا 20-30 جمعية موجودة أو 40 جمعية على حسب موجود، وقلنا الفيلم ده هيكلف 10,000 دولار من 30 جمعية أو من 40 جمعية، يعني كل جمعية هتكلف لها كم 500-600 دولار. صعبة دي. الفيلم ده احنا ممكن نشوفه في العالم كله، يعني لو احنا قسمنا الكعكة على الموجودين كلها هيطلع التكلفة بسيطة. انا مش عايز نخلي حد واحد يشيل الكعكة كلها، اجي اقول لفلان انت بس جمعيتك دي، لا انا عايز مثلا 200 أو 300 دولار من كل جمعية عشان بس نصدر فيلم نستطيع ان نضعه في التلفاز. احنا سافرنا مره مع الجزيره او اكتر من مره، كانوا بيطلعوا معانا، هم كانوا بينشروا المعاناه في السودان والمعاناه في الصومال والمعاناه في الاماكن دي كلها. احنا عايزين بقى ننتج الدقيقه دي، مش عايزين خمس دقائق، هي دقيقه نقدر نلخص فيها قضيه اليمن الانسانيه اللي احنا معاكم من الخارج. هنلزم المؤسسات اللي احنا نعرفها شركائنا انهم ينشروه على مستوى العالم، بس يكون الفيلم بالمعايير متفق مع المعايير الانسانيه اللي تؤثر في اصحاب القرار. ساعات الصوره بتطلع من عندنا يا اخواننا تكون مؤلمه جدا بس ما تنفعش للنشر. كنا عايزين نعمل حمله اليمن، فاخترت صورتين الفيسبوك رفض يحطها على ونشلنا وشلنا منها حتى رفض تماما. فاحنا عايزين نستفيد بكل هذه الوسائل بالاضافه الى التلفزيونات بناء فيلم يستطيع اي تلفزيون في العالم ان يعرضه يبين قضيه الانسانيه لليمن، فنستطيع ان ننشره على مستوى العالم كله. لو احنا اتفقنا ان احنا كانت 40 او 50 جمعيه عملنا تصور للفيلم ده وتحط له 60 ثانية دول، احنا ممكن في الاخر على مستوى ممكن طبعا تبوني من اي حتة، بس انا بقى ايه انا بقول ليه، لان الامر اسهل نحس بالمشاركة. ان يعني لما كنا بنروح مثلا للبارتيسيباتري ابروتش يعني لا ان شاء الله يطلعوا ثلاث ارباع او نص تكلفة الفيلم، بس لابد الفيلم يكون مهني 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 عشان انت بتخاطب عقليات مختلفة. واخد بالك؟ فده اللي انا بتكلم عليه واحنا معاكم فيها، مفيش مشكلة ابدا فيها. امان كمان لحظة بس اضيف عشان تكون في الصورة، السؤال كان موجه دور المنتدى الانساني العالمي، وانا بتكلم بامانة. كان المنتدى الانساني العالمي دور كبير جدا في مناصرة قضية اليمن. حضرنا مؤتمر لندن في أوكسفام، عملنا أكثر من حلقة للتوعية بشكل عام، والتقينا في لندن بوزارة الخارجية البريطانية، والتقينا أيضا بالبرلمان وجلسنا مع رئيس كتلة البرلمان قضية اليمن، وتكلمنا بشكل كبير جدا في برمنغهام، وحضر الدكتور محمد وحضر معنا الدكتور هاني، كان موجود الدكتور هاني على رأس اللقاء للتوضيح عن الوضع الإنساني في اليمن بشكل كبير جدا. أيضا ادخلوا موقع الفيسبوك للدكتور هاني وستشوفون يعني ما مدى اهتمام الدكتور هاني بشكل كبير جدا عن اليمن، إصراره، وأنا أقولها لكم بصراحة، إصراره أيضا الدكتور محمد حضوره في الوقت هذا بالذات لليمن. نحن كنا طبعا تعرفون نحن نخاف على حياة الناس، ونخاف أيضا نحن أبناء الوطن نفهم أنه مهما كان إذا تعرضنا لأي شيء حتظل وطنك وبلدك، لكن الدكتور هاني يمني من وادي بنا بيت البناء. والوصية أنا بقولها لهلال، لو انا مت هنا ادفنوني. الله يعطيك العافيه ان شاء الله. لا خلاص وصيه، والله صادي وصيه، اعتمد اعتمد على العموم. اكمل بس خلاص
الان الله يخليكي، ولو انا اعتذر انه نوع ما لانه رفع قبلك الله يخليك. تفضل استاذ العزيز وبعدين حكي الاخت، حكي الاخت وكمان الاخت. اوكي واحد اثنين ثلاثه عشان تكون في الصوره. نمبر فور اربعه. اوكي تفضل. ده صديق قديم ده من ايام الحرب العالميه الاولى. الحرب العالميه الاولى. نعم. محمد الوجهي يرافق ذات الكوارث. يعني انت بتعمل الكوارث. في 2009 نزلنا الى حرب. نعم نزلنا مع بعض. نعم نزلنا مع بعض. نحن في مأساة. اليمن في مأساة. ممكن تتطور الى كوارث. كنا نتكلم في 2009. نعم. تصور الان احنا في ماذا؟ نحن الان في انتاج الكوارث. وبأيدينا. إنتاج الكوارث بأيدينا وغير قادرين إن إحنا نتجمع على كلمة سواء نقول للناس في العالم تعاونوا معنا. هذه أول نقطة، حجم الكارثة كبير. النقطة الثانية، الدكتور هاني له علاقات واسعة تقريبا بكل، خلونا نقول كل القيادات اليمنية، وله قابلية عند كل الناس اليمنيين من كل الفئات. باستطاعته انه يتعاون معنا في هذا الموجود هنا ان يجمع كل الاتحادات المتعلقه بالمنظمات المجتمع المدني. انتم الان في حول اعضاء المنتدى الانساني والذي هم اصدقاء المنتدى الانساني. البقيه اين هم؟ فلابد اذا كنا نستطيع ان يتعاون معنا الدكتور ان يجمع الاتحادات في لقاء اخر. مش مشكلة حتى ندفع نتعاون ونجيب الناس كلهم ونكتب كلمة السواء التي يتكلم عنها الدكتور ونرفعها للناس من كل اليمنيين، لكن إذا كان عن طريق المنتدى فأنت تدفع فيها. بما أن الدكتور بنى هذا المنتدى من كل الفئات، خلونا نقول الحزبية. كل الفئات الأحزاب اليمنية موجود في المنتدى هنا جمعها الدكتور بهذه الطريقة، لكن الآن بكل فئات الأحزاب والمستقلين. بكل الفئات الموجودة هنا أطياف المجتمع أطياف المجتمع. لكن الآن موجودة اتحادات من كل فئات أخرى، فإذا استطاع الدكتور يعمل هذه النقطة أنا أتوقع أن نحن نستطيع أن نحن نسفل معلوماتنا للآخر. كويس أخونا هلال يبدأ الاتصالات الليلة هو والأخت للنوع. حاضر وأنا خدامكم على عيني ورسنا. طبعا حسب تكوني في الصورة برنامج الدكتور هاني برنامج مزحوم جدا، لكن الجمعة معك الجمعة يا عم توكل على الله على طول. أنا وش إحنا معنا برنامج. أوكي تمام علق بس الأخير على سب أستاذ العزيز ستكون في الصورة. طبعا مش أصدقائنا فقط اللي دعينا الناس كلهم، إحنا عملنا إعلان للناس كلهم. أنا بعتبر إنه منظمات المجتمع المدني كلنا في نفس الخندق وفي نفس الإطار، والله لا تمييز لأحد. إحنا شركائنا أكثر من 200 منظمة معنا في الهيئة الاستشارية، والمنتدى مفتوح لإضافة حتى 2000 منظمة. وندعي الناس كلها. ندعي الناس كلها. موجود. وإحنا مستعدين ندعي الناس كلهم بشكل كبير جدا. أنا أعرف إنه كل منا. الاتحاد. أوكي. أنا أسياد أوضح لك نقطة مهمة جدا. أنا ممكن أضيفكم. أيوة لا عندك. اليوم أنا فيه. أوكي إذا في معكم مكتب كبير إذا غير أكبر من هذا ممكن أنا أزوره. الضيافة والمكان إحنا ممكن نستقبل. لكن ما هي مشكلة، بس أتمنى إنه يكون طبعاً هنعمله وإن شاء الله بإذن الله هنعمل نبدأ فيه من اليوم. الأستاذ أنها مكلفة أيضاً بهذا الكلام، بس أتمنى إنه يكون الاتحادات في تجاوب الاتحادات، لأن الاتحادات بيشوفونها هم أعلى سلطة مننا. عايز تكون في الصورة كمنظمة مجتمع مدني. نروح لهم. نروح لهم إحنا. الموضوع اللي احنا تكلمنا الاخت العزيزة اللي قد اخرناها كثير جدا تفضل. انا بيلا الكميم منظمة مكتبة صناع الحياة. طبعا احنا من احدى المنظمات اللي شاركت في مؤتمر جنيف، كان حارث الارياني واحد من الممثلين هناك. فواحد من اهم الملاحظات اللي طرحوها انه فعلا الاعلام مغلوط. الذي بيوصل للخارج هو عبارة اللي بيحصل في اليمن هم عبارة عن جماعات بتعمل الحرب وسياسة حرب وليس التجويع. وللأمانة كانت مننا احنا مبادرة من المخرجات حق المؤتمر انه الان احنا بنجمع معلومات عامة حول انتاج فيلم وثائقي عن اليمن، نفس الشيء حيكون دقيقة الى دقيقة ونص. بنفكر انه كمان انه ننشره على مستوى العالم ويعني يكون في الفترة القادمة بما يخص رمضان انه نتواصل مع اكثر القنوات العالمية اللي ممكن تنشر لنا الموضوع.
فممكن قد يفصل. طبعا احنا تكلفة الفيلم حيكون عبر المنتجة، ما عندناش مشكلة لو في اي منظمة ممكن تنظم، يا يعني سواء تزودنا بالمعلومات بالسيناريو والإبل، ممكن احنا نجتمع اجتماع اخر وممكن نجلس انا ونها ونرتب لهذا الموضوع ونبدأ. بالنسبة للتكلفة زي ما قلت كلمتكم انه المنتجة حيتكفل بالتكلفة كاملة. جميل. واحنا بنتمنى بترضوا تعطونا اياه هذا برضو احنا نوزعه. الفيلم سيكون فيلم كلي يمني، فمن حق اي حد انه يستخدمه. انا عندي حاجه، احنا كمؤسسات ناخذه لكم هو هدف الفيلم ان احنا ننشره، بالتالي ما حيكونش حصريا. ما هو احيانا لما جاء ملتقى ينشر فيديو، ما هو هيحط اللوجو بتاعه ويقول انه هذا حصريا ويعطيه للناس، وما اسمح ليش اني انا احط اللوجو تبعي اجيب عليه فلوس لليمن. هل هذا مش مشكله؟ هذا ممكن احنا إذا إذا كان هذا الموضوع، إحنا ممكن إن المنتدى يتكفل بنسبة 50%، وعندي استعداد أتكفل. خلني أكمل هنا. طيب وبعدين أنت تتكلمي إذا في إمكانية، وإحنا إحنا عندنا أن يكون الناس كلهم شركاء. أنا أتمنى أن يكون الناس شركاء معنا، ويتحط عليه كل اللوجوز بتاع اللي دفع $5 ودفع $10. هذا هو، هذا مش لها بلا استثناء، هذا مش هذا كله عشان الملكية تبقى عامة. ما قلنا رقم 2 انت الان بس حاجة. تفضل يا استاذ. ما نسيش حاجة من الأمم المتحدة، احنا ممكن احنا كيمنيين نكتفي بالذي عندنا. خلاص جميل، تفضل يا استاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. أولاً أتقدم بالشكر للجميع، يعني أتقدم بالشكر لحضور الدكتور حنان المنا الذي وضع الدبرة الأساسية للمنتدى الإنساني اليمن، ونشكر حضوره في هذه الأيام الصعبة. النقطة هي مثل ما يعني طرح الأستاذ حول الغذاء والدواء، أيضاً المشتقات النفطية. المشتقات النفطية نعلم جميعاً أنها عصبة الحياة، فأكثر الأموات في المستشفيات هي بسبب انعدام المشتقات النفطية. أكثر إغلاق المنشآت هي بسبب الإغلاق أو بسبب انعدام المشتقات النفطية. أكثر يعني عمل الناس أنفسهم سواء كانت في على عربات خصوصية أو عربات حكومية أو عربات يعني داخلية أو خارجية هي بسبب انعدام المشتقات النفطية. فيا حبذا تطرحون هذا الموضوع، لأن هذا الموضوع يؤثر على الوضع الإنساني في اليمن. ثالثاً، هناك فيلم، والفيلم هذا ستقدمه مؤسسة الوجدان، لكن ستقدمه باسم المنتدى الإنساني اليمن حول الوضع الإنساني في اليمن في أغلب المحافظات الشمالية. جزاك الله خير. جميل. الشمالية. بقي معي أخ من باقي من عاد تكلم من عاد باقي خلاص الأخ الأستاذ عبد الحكيم صبر. تفضل يا أستاذ عبد الحكيم، وبعدين الأخ يا أخي العزيز أنت ما زلت في دمه خلاص. يلا تفضل صبر. عبد الحكيم صبر، جمعية الهلال الأحمر اليمني، المنتدى الإنساني في جدة الرجال. إحنا طبعاً نريد من المنظمة المجتمع المحلية المدني بشكل عام أن تكون في حشد مناصر من بعضنا البعض، وأن يكون في تآزر، وعلى أساس أن إحنا نوصل في معنا فكر المشاريع. مثلاً ما نسمع الأستاذ هلال أنه ما بيوصلش حتى عندك، إذا عندك شراء بريطانيا ولا ما بتوصلش للمحافظة عندك، ما هو الوضع الإنساني اللي موجود. فإحنا بنحتاج أن إحنا أولاً نعمل عملية الجوانب الإعلامية، هذا التغذية الإعلامية، حتى أقل شيء بيجي يوصل عندي منشور ما بنحكش إن أنا أعمل له نشر، حتى في الواتساب ولا في المجامع. فأتمنى إن إحنا يكون في عندنا حس بالمسؤولية، وإنه هذا الشعار الذي نزل من أجل استغاثة أو من أجل أشياء اليوم بنادي في مستشفى 70 بيحتاج أو غيره أو غيره نداء إلى هذا، ما في شيء استجابة من بعض الجهات التي هي مسؤولة كوزارة الصحة كجمعية الهلال، يعني ما نضرب لك على سبيل إلا لما يتصل شخصياً ولا أشياء. الواحد كلنا لابد أن نحن نحس بالمسؤولين، كلنا مسؤولون، يعني لا يفكر واحد أنه هذا خلاص وصلنا عندي الاستغاثة والشوام. لابد أن يكون في عمله، والحشد والمناصرة مهمة جداً، المناصرة بعضنا البعض. مع فكرة على ما أعتقد الدكتور هاني بن الله تعالى ويرضى عليه إن شاء الله عمل الفكرة حق المنتدى الإنساني من أجل إيش؟ تكاتب، من أجل تنسيق، من أجل أن نحن نتعاون يكون في كذا، فإحنا نشتش في كذا يكون بعضنا البعض في المشاريع في الأنشطة. يعني ليش ما أستثمر مثلاً الإكرام، مثلاً فهمين، مثلاً أستثمر فلان، أستثمر أستاذ فوزي معهم كل واحد بدراته، ممكن أن في نشاط يعملوا لي حشد مناصر له. فأتمنى أن يكون لغتنا بهذا الشكل،
على اساس ان المنتدى الانساني الدولي يكون لا عندنا حتى يوصل التقارير، ما بش عند التقارير لنا من الوضع الانساني، نحتاج ان احنا نعمل وضع تقارير. هذا علمي رجاكم شرف. شكرا مع عبد الرحمن طاهر. هاي استاذ العزيز اخوكم عن المعلمين من منظمه صفراء سبيل للاعمال الغذائيه والمهنيه. نحن نقوم باعمال تنميه تدريب الشباب النازحين والمتضررين والمستضيفين، كيفيه اعمال تصميم الخيمات، كيفيه توزيع الاغذيه، كيفيه توزيع الاغذيه. القضيه الاولى هي ان احنا بندرب شباب بامكانيات ماديه منهم. احنا نتمنى ان في امكانيات تدريب الشباب مجاني. هذه القضيه الاولى. القضيه الثانيه هي قضيه المرتبات للموظفين. كلنا بنعاني ان الموظفين بدون مرتبات. الحكومه اللي في الشمال والحكومه في الجنوب كل واحده بتشتغل العبء على الثاني. طبعا الامم المتحده اعتبرت ان قضيه المرتبات هي عباره عن قضيه سياسيه. هكذا اعتبرت ان القضيه قضيه سياسيه، ولكن نحن في منظمات المجتمع المدني نعتبر القضيه قضيه انسانيه قبل كل شيء. فلماذا لا نصف اصوات الموظفين هؤلاء الغلابه الذي انقطع مرتباتهم، والذي اعتقد انه مليون و200 الف يحولون مليون و200 الف اسره، وكم يأسر معنا؟ هذا لا يكون. شكرا لك. شكرا. بقي بس الاخي الاستاذ العزيز انت بعده هيك فكره. الاستاذ رفع قبل ما اشوفك تفضل. دكتور مهيب عباد رئيس المصرف الطبي المدني اف ام اف. طبعا المعاناه كبيره في اليمن، وتقرير الاوتشا الاخير كان تقرير دقيق الى درجه معينه. نحن نفخر نحن شركاء مع المنظمات المتحده اليونيسيف دبليو اف بي والدبليو اتش او. مشكلتنا في منظمات المجتمع المدني انه السياسه لوثت العمل المدني. جميل. وانا اقول دائما انه الخدمه الاجتماعيه والسياسه كالاختين لا يجوز الجمع بينهما. صحيح. صحيح. هناك معاناه كبيره جدا بالاضافه الى معاناه الجرحى والقتلى والكذا. المشكله انه لون الدم هو لون فاقع يجذب الناس. لكن هناك آلاف الأطفال الذين يموتون من سوء التغذية، وهناك الآلاف الذين يموتون من الأمراض المزمنة. هناك انهيار شبه كامل في المنظومة الصحية بشكل عام. نحن نتكلم على المحافظات الجنوبية والمحافظات الشمالية. المعاناة عمت وإن اختلفت بعض النواحي، لكن المعاناة يعني عامة. أنا أدعو طبعا أستاذنا هاني البنا إلى زيارة عدن، ونحن إن شاء الله على سوف نطلعه على أجزاء كبيرة من المعاناة التي تعيشها عدن وتعيشها بعض المحافظات الجنوبية، ونحن نعمل في الكثير من المحافظات الجنوبية. شكرا. أخي اتفضل. أخي العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. عدنان ياسم علي مدير تنفيذي لمؤسسة الإكرام. أولا أشكر الدكتور محمد والدكتور هاني مرحبهم في اليمن، ونشكر المنتدى الإنساني أعراض الاستضافة، ونشكركم جميعا على متاحة الفرصة. فيما يتعلق بالكارثة الإنسانية والكارثة المحلة في اليمن، كارثة كبيرة جدا ولا يمكن أن توصف نهائيا، ولا يمكن لأسوأ متشائم أن يتخيلها. وعادة الكوارث لا تظهر إلا بعد انجلاء الأمة. ما نعانيه في العمل الإنساني هي مشكلتين أساسيتين. هو مشكلة التغييب السياسي أو الجغرافي. كما نشاهد اليمن مغيبة عالميا، نشاهد بعض المناطق الجغرافية داخل اليمن مغيبة تماما. بمجرد أن تكون هناك منظمة مجتمع مدني متخصصة، هي تعنى بكل اليمن لكن متخصصة في مناطق جغرافية معينة، تلاقي التهميش والإقصاء في أماكن أخرى. وهذه كارثة أيضا. وهذه ليست قضيتها فقط سياسية، إنما سياسية واجتماعية ومنظمات مجتمع مدني. هذا جانب. الجانب الآخر هو أيضا العمل السياسي الذي يختلط به العمل في داخل منظمات المجتمع المدني. للأسف الشديد أصبح لدى العمل الإنساني مناطقية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. ممكن أن أضيف مشكلة ثالثة، وهي أن منظمات المجتمع المدني الكبيرة والعريقة والتي أصبحت لديها خبرة طويلة في مجال العمل الإنساني تريد أن تحتكر العمل الإنساني لها لنفسها، ولا تريد أن تكون رافعة لبقية منظمات المجتمع المدني المحلية أن ترفعها إلى مستواها. للأسف الشديد هي غبية في هذا الوقت، اسمحوا لي بهذه العبارة، لأنها تحمل نفسها أعباء 17 مليون على حافة المجاعة.
لكن لو كان هناك منظمات المجتمع المدني كثيرة في اليمن قادرة ومؤهلة أن تقوم بالعمل الإنساني لخففت العبء على الدولة وعلى حتى منظمات المجتمع المدني العريقة والقوية. عندما ننظر إلى أوتشا كم عدد الشركاء للأوتشا في اليمن؟ معدودين على عدد الأصابع. فقط في 2017، أما في 2016 بيقولوا إلا 6. للأسف الشديد هذا أنا حبيت أني أطرح عليكم وأشكركم على تعاونكم خير. جميل، الآن نسمع إلى تلخيص للدكتور هاني البنا للحوار هذا كله، ممكن يلخص لنا في عدة نقاط. أخونا محمد بدأ بمباطنة يقول إحنا مستعدين نشوف needs assessment، الحاجة اللي موجودة عندكم إيه هي القدرات اللي أنتوا تنموها ونبتدي نسوق لها علشان نبدأ في البرنامج ده، وده مهم جدا جدا. وأنا بشكر إخواننا في اليمن أكيد إنهم يعني موجودين معنا اليوم. ممكن نشرح هذا الموضوع على مؤسسات اخرى من الفيلم، لان اللي فيه مؤسستين بيعملوا فيلم بناخد من دون احنا ما نعرف، يعني احنا عايزين فيلم باسم اليمن. لا انا اللي اتكلم لو سمحت، لو سمحتي يعني شرح اسمك انشرح. الفيلم باسمنا كلنا. أنا عملنا مرة مشروع لتوزيع الصندوق الغذائي في جنوب لبنان في 2006. أنا بقول الحدود دي في كل حتة. اللي دفع 5000 دولار اتحط شعاره زي اللي دفع 100000 دولار، بس ده خد حصة 5000 دولار وده خد حصة 100000 دولار. فكلكم دام فضلكم سيودع لوجوكم لجوكم على فيلمكم. حلو مزيكا ده شعبان عبد الرحيم شعبان. يلا ايه علي هذه خلاص. ها اللي يدفع 50 دولار مع الفيلم بتاع صناع الحياة او الفيلم بتاع المنتدى الوجدان زي اللي بيدفع 15، الكل يدفع. يعني عايز ال100 جمعية من هنا دول يكون اسمائهم على وشعاعاتهم على الفيلم عشان يحس ان في زخم من التأييد بغض النظر عن قيمة القيمة المادية. وده فيه حاجة مهمة جدا في بناء الشخصية الإنسانية، أن تتنازل عن جزء من شخصيتها الاعتبارية من أجل الوطن. ده لازم، وده اللي بنتكلم فيها. ونفسه لما سواها فألهمها فجرها وتقواها. هي حتى تسواها دي حتى تسواها بتجد الخلاف وبتجي حب الظهور الحاجات دي كلها، وانا ما سويناش النفس ها هنتعب قوي. وده بالنسبه للفيلم. فاعتقد ان احنا لابد ان نعمل فيلم بسيط مؤثر، ولو استطعنا ان نترجمه او نعمل سب تايتل تحتيه يبقى ايه شيء جيد جدا. المنصه الدوليه مهمه جدا، لابد يكون عندنا ورقه بحثيه فيها ارقام نعمل لها حمله على مستوى العالم. ورقه بحثيه الحكومات يا اخواننا ما تزعلوش مني، ما بتسمع الكلام الحلو اللي الناس بتعيط فيه وقلنا وحاجات دي كلها، لكن هي عايزه ورقه بالارقام وارقام بمرجعيه. ساعات احنا نقول والله احنا عايزين الجامعه في عصانة تعمل البحث، مفيش حد، ما قد يكون بعض الدول بيقول لك لا جامعه الصنعه دي تكون ايه او جامعه في عدن متكون هي كذا الى اخره. لما لك لما تجيب لي بقى جامعه من الف ولا ب ولا ج في الغرب ولا يعني مش عايز انا بقول يعني. ففي بعض الحكومات تؤمن باسم الجامعه اللي محطوط على على الايه على البحث، وده مهم جدا وبيكلف، وده مهم جدا عشان المنصه. شئنا ام ابينا لن نستطيع ان نعمل دون ان نعمل مبني بشراكه بيننا وبين بعضنا. اللي اشتغل على مستوى قريته، اللي اشتغل على مستوى قبيلته، اللي اشتغل على مستوى محافظته، شئنا ام ابينا. فلابد نقعد مع بعض ونشبك ونتفاهم ونتعرف على بعض. قضية اليمن لا تختلف عن قضية سوريا واختلف عن قضية العراق أو إلى آخره. لن تستطيع مؤسسة واحدة مهما عظمت قدرتها أن تحل مشكلة قرية أو الناس بتوع الكلية اللي بتكلم عليهم أخونا هلال أو مرتبات الموظفين، بتكلم عن مسيرة. فلا بد المؤسسات الكبيرة دي أن تتنازل عن جزء من شخصياتها الاعتبارية إن كانت وطنية من أجل الوطن ومن أجل أبناء الوطن ومن أجل المحتاجين في الوطن. لأن العملية مش عملية إن أنا بجري على مانح معين
عشان اخذ منه اموال واستاثره، لا، انا بسعى لجلب هذه الاموال من اجل المجتمع اليمني بكله والوطن اليمني الكل سواء في اي مكان في اليمن. يبقى الحشد والتشبيك وبناء الشراكات اصبح كتكبيره الاحرام. اللي مش عاجبه كلامي ما 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 عنديش مشكله، اصبح كتكبيره الاحرام، ما تنفعش الصلاه من غيرها. تنفع تبقى مسلم من غير اشهد ان لا اله الا الله؟ اصبح في الموضوع ده في الوقت ده وفي قله الامكانيات وفي تغييب القضيه اليمنيه عن الساحه الانسانيه في العالم اصبح زي اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. شوف اصبح التسبيك والتنازل لابد. المال مش مال الجمعيه، الامكانيات مش امكانيات الجمعيه، المال مال الفقير اللي بيدفع مرتب رئيس الجمعيه، اللي بيدفع مرتب المدير الجمعيه. الفقير اللي احنا بنتكلم عنه ده، النازح والارمله والمسكين الشيخ والمريض والمصاب بكل ده، المال اللي احنا بنحجبه عن باقي المجتمع هو المال اللي بياكلنا ويشربنا ويدفع مرتبات بتاعتنا وكمان يسعد ابنائنا وبناتنا الى اخره الى اخره في التعليم. فلذلك لما نرجع الامر مره اخرى، لا تستاثر جمعيه المال، ها، وتبعد نفسها وتلعب نفسها عن المجتمع. وده اصبح فرض عين علينا كلنا. واللي مش عاجبه كلامي يقابلني في الشارع بره كده بره وانا معايا العصايه. دول الامم المتحده لن تؤمن بينا الا ان ضغطنا عليها. ما الامم المتحده الا مؤسسه من مؤسسات يديرها اشخاص يتبعوا قوانين وسياسات. ان اردنا ان نبني معهم شراكات فلا بد ان نعرف المعايير الانسانيه ونطرق الباب. طرقت الباب حتى كلمتني، فلما كلمتني 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 يعني كلمتني ولا كلمتني يعني كلمتني ولا كلمتني يعني ما كلمتنيش كلاهما كله ماشي كله ماشي. اللغة العربية بدأت في مصر وبعدين انتشرت بعد كده. انا بؤثرك يعني اصل اليمن يا اسطى. لا بس 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 خلاص يمن انت تقول لك يمني يا دكتور. لا لا انا بتكلم على سيده هاجر. سيده هاجر سيده هاجر مش انا، انا يمن. فلذلك يا اخواننا يعني اذا اردنا ان ننفذ الى مؤسسات الامم المتحده وهذا حقنا فلا بد ان نطرق الباب ليل نهار ولا نسيء اليهم لانهم اشخاص، ها، ونقول انتوا عندكم 16 جمعيه فقط واحنا عندنا 15000 جمعيه، ها، فلا بد ان نريهم من نحن من الكفاءه والقدره وتطبيق المعايير الانسانيه اللي انتوا عارفينها طبعا، الشفافيه والاستقلاليه والانسانيه والحياديه وعدم الانحياز الى اخ الى اخ الى اخ. فنرجع نرخص الخمس نقط دول كلهم نعمل برنامج عمل يا اخ هلال وكلكم معانا، فيلم، برنامج بناء قدرات، عمل حمله منصه دوليه على شيء واضح المعالم، واضح المعالم، الحشد والتشبيك والشراكه وكاشهدوا على محمد رسول الله ودخولنا على الامم المتحده حق لنا وليس تفضل. والأمم المتحدة هي مؤسسة للشعوب. إن علمنا أن ندخل ادخلوا ادخلوا عليهم الباب. وأنتم عندكم عمل ميداني قوي جدا، عندكم إنجازات، عندكم رؤى جميلة جدا سواء كان في كل مش في لماذا ندخل عليهم بما يفهمونه؟ فنحدثهم بلغتهم نحدثهم بلغتهم. أنا بس بقول كده عشان واحنا خارجين بيه، وانا خدامكم وخدام خدامكم، اللي مش عاجبه يقول ان انا خدام.